FM. الكلمة ليك. لا أفهم كيف يمكن العودة إلى هذا المنطق، منطق منظومة سابقة. هات نفتح ملف المنظومة الجديدة ما بعد 14 جانفي. الدمار الاقتصادي، المديونية، العنف، الإرهاب، العمالة للخارج. إذا نحب نجبد، لأنه الآن في كل مرة معاف نلقاو أنفسنا أمام أزمة، فما شبه اتفاق ما بين المكونات التي قذف بها إلى الساحة بعد 14 جانفي، نرجع للنظام السابق ونرجع لقصة الأزلام. هات نثبت ساعة الأزلام تاع شكون؟ أزلام تركيا، أزلام قطر، أزلام بريطانيا، أزلام فريدوم هاوس. ثبتونا ساعة في مفهوم الأزلام شكون؟ إذا فما ناس تمثل وكالات في الساحة السياسية التونسية، قولونا راي الناس هذوما دي سيكورسال نتاع دي ملتي ناسيونال، ونهبطوا وقتها فهمتوا الملفات. كاب اف ام، الكلمة ليك.